لسه مع حضراتكم مشاهدينا في تغطية حية لهذه الاحتفالية الخاصة بعيد الشرطة المصرية، الذكرى 70 لعيد الشرطة المصرية. مثلما ذكرنا، هذا اليوم الخاص الذي نتذكر فيه بطولات رجال الشرطة المصرية، وأيضا نلقي الضوء على ما يقومون به من جهود كثيرة ومن تضحيات من أجل هذا الوطن والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وأيضا الوصول إلى مستقبل أفضل لهذا الوطن. نتذكر معا شهداء الواجب الوطني، نتذكر معا شهداء رجال الشرطة البواسل. معنا الحاج إبراهيم، والد الشهيد أيمن الحاج إبراهيم المجند. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا أشكر السيد الوزراء وزير الداخلية، وأشكر من حد ابن ما توفى، وشعب مصر ومصر كلها حاسس انها واقفه معايا، فاحمد ربنا اللي هو استشهد في سبيل الله وبيقاتل عن وطنه، واشكر السيد الرئيس اللي هو برضه مساعد ان هو ما حدش يقتل المسلمين ومش هيسيب الارهاب يموتوا في المسلمين، واشكره شكرا جزيلا. حاج إبراهيم، طبعا أنا عارفة أن اليوم ده ممكن يكون يوم صعب، لأن أنت بتفتكر فيه طبعا ابنك اللي استشهد. هو طبعا هو شهيد، يعني هو في الجنة إن شاء الله وبإذن الله، لكن عايزة أعرف اليوم ده كان بالنسبة لك أنت إزاي عرفت الخبر، واستشهد يوم إيه، وإيه اللي حصل بالضبط في اليوم ده؟ والله أنا أعرف أن هو استشهد في سيناء في بير العاب يوم 25/3، فهم علموني ان ابنك استشهد في سبيل الله، فقلنا ان الله وانا اليه راجعون، لان مؤمنين موحدين بالله، واشكر ان هو كان بيقاتل عن وطنه وبيقاتل عن الشعب المصري، واحنا خدامين للشعب المصري بعنينا، واشكر السيد الرئيس على اساس ان هو برضه ما سبناش، ولا مصر ما سابتناش من ساعة ابن ما مات، وأشكرهم. إيه اللي كانوا بيقدموه لك بعد ما ابنك استشهد؟ إيه اللي كانت وزارة الداخلية بتقدمه لك بعد ما ابنك استشهد؟ بتقدم لأن هي بتعمل معايا كل الواجبات، وأشكرهم شكرا جزيلا، وحاسس إنهم هم حاسين بي زي ابني في أيام وما كان حاسس بي، وأحمد ربنا وأشكره. النهاردة سيادة الرئيس دايما يعني بيعتبر ان اليوم ده يوم مهم جدا علشان يقدم كل التحية وبيكرم كل أسر الشهداء. هيكرمك النهاردة ان شاء الله يا حاج إبراهيم. عايزك توصف لي ازاي اليوم ده بيكون مهم علشان تحس ان انت بتتكرم، لان ابنك شهيد وان هو قدم روحه علشان خاطر هذا الوطن والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. والله أنا أشكر السيد الرئيس في مقابلتي فيه، وإحنا كلنا فداء له، والحمد لله اللي هو برضه بقى حتى هو في منازل أحسن مننا، وياخد بأيدينا إلى الجنة إن شاء الله. لما بتشوف النجاحات اللي الشرطة المصرية دلوقتي بتقوم بيها في سيناء وفي كل الجمهورية، يعني وزي ان هم بيحافظوا على امن وامان مصر في كل مكان زي بالظبط القوات المسلحة، بيكافحوا الارهاب وبيقدروا ان هم يحققوا نجاحات كبيرة. عايز اعرف انت لما بتشوف الاخبار دي بتحس بايه يا حاج ابراهيم؟ والله بحس بشعور انه وطن مصر انها بتقاتل علشان تجيب حق كل مجند بيتقتل ظلما، واحمد ربنا اللي مصر بخير والحمد لله. انا بشكرك الحاج ابراهيم، والد الشهيد ايمن الحاج ابراهيم، شكرا، وربنا يرحم ابنك يا رب وفي الجنه ان شاء الله، وكل مصر، مصر عمرها ما هتنساه ولا هتنسى كل شهدائنا ابدا. شكرا ليك. شكرا جزيلا، وشكرا للرئيس، شكرا جزيلا.